الآن وصلت إلى العمري عرضية فرصة أولى لكنها تمر وتعود، المحاولة مستمرة وهدف مبكر ربما. أوه على اللقطة في دقيقتين الرائد يهدد مرمى الفيحة بنفس اللاعب وبهذا هذه المرة بالقدم توصل في المكان المناسب الخطير بلمسة بتسديدة. الله الله مشاها شوف بالقدم اليسرى سددها حيلي بتسديدة أرضية لكن متعب في المكان المناسب تغير ويعود بالكرة عالية داخل منطقة الجزاء لكنها تبعد. البحث عن التسديد، التسديد في محاولة خطرة نستطيع أن نقول أن هدد مرمى المحترفين أجانب والرابع في دكة الاحتياط وهذه تسديدة في حائط الصد تبعد. أوه الربع ساعة الأولى من أحداث هذه المباراة الآن يظهر بشكل مختلف، كرة ثابتة على رأس منطقة الجزاء تلعب هدف أول لكن حالة تسلل على مهاجم الفيحة في اللقطة الماضية. وشوف الإعادة ولاعبين في مصيدة التسلل من جديد عند لاعبي عبد الله الفهد وصلت للفيحة وصلت يا الله نهاية أجمل كانوا يتمنون على نهاية أجمل للقطة ربما تكون لقطة الأسبوع من لمسة واحدة يلعب الآن لاعبي الرائد في لقطة رائعة بعرضية أول يا الله أدريانو سانتوس البرازيلي وحتى إن كان مدافعا لكن المهارة موجودة وضع الكرة بهذه الطريقة ربما بعض المهاجمين لا يمكن أن يضع الكرة بهذه الطريقة لكن أدريانو استغل ثلاثة مدربين. هذه تمريرة تصل في المكان المناسب فرصة للتسديد مباشرة لكن متعب شراحيلي في المكان المناسب في كرة تصل هذه المرة كسر التسلل أحلى مرة مقابل لا شيء حتى الآن. شوف الشوط الأول كان في أكثر من لقطة سقط من خلالها اسماعيل بنجورا في مصيدة التسلل لكنه استوعب الدرس وعاد في الشوط الثاني وكسر مصيدة التسلل. لكن الكرة الآن وصلت عند بنجورا، بنجورا تأخر، بنجورا مرر، انفراد جديد لمصلحة الرائد. يا الكرة بهذه الطريقة كان يبحث عن هدف جميل، كان يبحث عن لقطة استعراضية الأولى والبحث عن النقاط صعب جدا في ملاعب مختلفة. هذه فرصة، الله أول فرص الفيحة في الشوط الثاني. أداء الفيحة وربما لو كان هذا التحسن قبل أن يستقبل مرة وفرصة أخيرة للفيحة وعرضية تلعب على القائم الأول. أوهو فرصة للفيحة في الشوط الثاني. شوف مرت قريبة جداً